السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الوداديين، عزيزاتي الوداديات، مرحبا بكم في دوائر على آخر أخبار الوداد الرياضي. ما غاديش نقول لكم هذه المرة اشتركوا معايا في القناة، حيت فريمون داكشي اللي وقع في الفيديو اللي فات سكتني. واه شحال ديال التحفيز في الكومونتيرات وشحال ديال اللي جام. لا عرفت هذه المرة أن إلا عجبكم الكونتنت غديروا جيم بلا ما نقولها. المهم راك تما، اشترك إلا ظنيتي أن المحتوى يستاهل الدعم، وأنا نيت نهار كيكون الدعم راه كنفيق مع الفجر باش نجمع أخبار ونريكورديها لكم. ما تظنش أن من السهل باش نقاد لكم هذا الفيديو. فريمون دابا انا كنسجل 28 دقيقه والاخبار باش نجمعها ونكتبها راه من 6. سو بليز اي دعم منكم غادي يعاونني بزاف انني نتحفز ونطور راسي اكثر. اشتراك ولا اعجاب ولا كومونتير ولا بارطاجيه مع صاحبك وقول له خونا راه كيدير اخبار الوداد، او دعمني ماديا بالضغط على زر التشكرات اللي غتلقاها اسفل الفيديو. هادشي راه فريمون كنديرو غير بسبب الدعم ديال لي كومونتير اللي كيوصلني. كاين اللي كيقول راه كتربح من ادسنس، بليز ها هو الانستغرام كيبان لك قدامك، دخل عندي ونوريك الارباح ديال الشهر اللي فات. بلا ما نهضروا بزاف يلا ندخلوا مباشره للفيديو. في هذا الفيديو غادي نهضروا على استعدادات الوداد الرياضي لمباراة سيمبا وواحد الصدمة تعرض ليها الوداد بسبب سفر محمد مديحي مع البعثة. غنهضروا على الغيابات وخطاب البنزرتي للاعبين وشكون اكثر المستفيدين من عودة فوزي البنزرتي. هادشي كامل والمزيد غنشوفوه في هذا الفيديو، فخليك معنا ويلا نمشيو مباشرة للتفاصيل. وغادي نبداو بتفاعل لاعبي الوداد مع رحيل عادل رمزي على الفريق. وكنا نشرنا قبل تصريح ليحيى جبران على رحيل رمزي، نفس اللاعب نيت كتب في انستغرام شكرا لك على كل شيء واتمنى لك الافضل. عطية الله حتى هو نشر صوره لرمزي وكتب فيها شكرا لك على كل شيء اتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. حارس مرمى الوداد يوسف المطيع كتب شكرا ايها المدرب وحظ موفق في المحطات القادمه. ايوب العملو حتى هو نشر وكتب شكرا لك على كل شيء وحظ سعيد ايها المدرب. وصلت البعثة الودادية نهار السبت لطنزانيا في دار السلام بعد رحلة دامت 19 ساعة انطلقت من مطار محمد الخامس. هذه الرحلة كانت لقطر ومن ثم لطنزانيا. وصلت البعثة الودادية اللي غتواجه المضيف سيمبا الطنزاني نهار الثلاث جاي مع الجوج بعد الظهر. بالنسبة لخبر آخر وهو الغيابات، فمن المتوقع باش يغيب 4 لاعبين على فريق الوداد، بحيث أن يحيى جبران قائد الوداد موقوف لمباراة وحدة بسبب جمع الإنذارات، فيما حمد الهوني وأمين فرحان مصابين، وهشام بوسفيان فمستبعد من الفريق بسبب ردة فعله ضد الجماهير الودادية في المباراة الأخرى ديال سيمبا في مراكش. الوداد غادي يدخل هذه المباراة وعينه عن انتصار وخا لاعب برا المغرب، بحيث أنه إذا رباح غتولي عنده 6 نقاط وغادي يعزز صفوفه بالتواجد في الأدوار الموالية. وضع محمد مديحي مدرب فريق الأمل الوداد في موضع محرج بعد ما سافر مع التونسي فوزي البنزرتي لمواجهة سيمبا الطنزاني، بحيث أن المدرب مديحي غادي يغيب على مباراة أمل الوداد اللي كيلعب في بطولة الهواة القسم الثاني، وغادي يلعب أمل الوداد مع فريق أولمبيك بوجنيبة برسم الجولة 13 من المنافسات البطولة، بحيث أن البنزرتي استعان بخدمات مديحي كمدرب مساعد بعد ما تم التعاقد معه. التحق المعد البدني التونسي مجدي السافي بالطاقم الودادي بقيادة فوزي البنزرتي، بالإضافة لمحمد مديحي كمدرب مساعد كما قلنا، وناصر بوعزة مدرب الحراس. وهذا هو الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي اللي غادي يقود الوداد في المباريات الجاية. فنتمناه أن الفرقة من الناحية البدنية تطلع. معروف على البنزرتي أنه مكيعتمدش تدوير اللاعبين، والتشكيلة اللي طاح فيها كيبقى فيها، هذا أمر ذو الحدين، ولكن نتمنى أننا نربحوا أن الوداد طلع كما كتحل هذه. بالنسبة للحكم اللي غادي يقود مباراة الوداد الرياضي ضد سيمبا الطنزاني فهو بير جيسلان آتشو، وكلشي الوداديين عارفين هذا الحكم مزيان بحكم أنه هو اللي قاد مباراة الوداد الرياضي ضد بيترو أتلتيكو الأنغولي في منافسات دوري الأبطال، كما أنه هو اللي كان الحكم ديال مباراة الوداد ضد إنيمبا النيجيري في ربع نهائي كأس الدوري الإفريقي. واحد الخبر اللي كان خاصنا هو اللي نبداو به ولكن نسيناه اجي نقولوه دابا. بالنسبه للبعثه الوداديه اللي سافرات مع فوزي البنزرتي فكتضم 25 لاعب، وهما كالتالي: يوسف المطيع، المهدي مفتاح، ابو بكر باه، امين ابو الفتح، جمال حركاس، ارسين زولا، هشام ايت برايم، يحيى عطيه الله، حمزه الركراكي، الياس الشتي، ايوب العملود، زكريا الدراوي، اسامه محروس، سفيان احناس، همام باعوش، انس صرغان،
الكاميرات عبد الله حيمود، محمد وناجم، سيف الدين بوهرة، زهيرة المترجي، منتصر الحتيمي، هشام أبو سفيان، الشرقي البحري، جونيور بولي سامبو وإسماعيل مومن. جونيور بولي سامبو وإسماعيل مومن. ومن هذه القائمة هذه نيت غيتم اختيار التشكيلة الرسمية. غادي نحاولوا في الأيام المقبلة نعطيكم التشكيلة اللي متوقع أنه يدخل بها البنزرتي، فما تنساش أنك تشترك باش يبقاو يطلعوا لك الفيديوهات ديالنا. بدا الإطار التونسي فوزي البنزرتي رسميا الخدمة في فريق الوداد الرياضي نهار تم الإقالة ديال عادل الرمزي، وأكدت مصادر صحفية أنه دار واحد الخطاب بين اللاعبين والمدرب البنزرتي في الاجتماع اللي كان بيناتهم، الاجتماع اللي تم قبل التوجه لطنزانيا. نفس المصادر أكدت أن هذا الخطاب كان فريمون شديد للاعبين، وأن المدرب بان صارم بزاف وقال اللاعبين ضروري تخدموا مزيان على المستوى. المدرب هضر بواحد صرامة كبيرة وقال للاعبين ضروري تجتهدوا أكثر باش توصلوا للمستوى الطبيعي واللي كيتسناوه منكم، وقال لهم أنه عندكم الإمكانيات باش أنكم تحققوا النتائج الإيجابية، خاص غير تبينوا بزاف ديال الجدية وتقدموا داكشي اللي عندكم كامل. بزاف ديال الناس كيبقاو كيقولوا في الكومونتيرات راه اللاعبين كراراس وهذا خاص يمشي وهذاك خاص يمشي، فراسكم أن كاين خمسة لاعبين في القائمة ديال 10 لاعبين في الدوري المغربي كامل وهما الأغلى قيمة سوقية، راه باش تلقى لاعب خاص تلقى لاعب حسن منه. وبالنسبة اللاعبين اللي عندك الحق تعاقد معاهم من برا فراهما غير خمسة اللاعبين، يعني ضروري تجيب لاعبين من داخل المغرب. فملي تجي تقول بغيت التعزيزات للفرقة ماشي غتلق دوك اللي عندك، وإنما غطعم بلاعبين آخرين. ونيت البنزرتي كان قالها في واحد تصريح ليه قبل ما يتعاقد مع الوداد، قال أن هاد التشكيلة ديال الوداد ديال دابا حسن من ديك اللي كنت كندرب شحال هذه، وإلا جينا نفكروا فيها فراه بالصح. شوف غير القيمة السوقية ديال الفرقة ديال الوداد داك الساعة وشوف ديال دابا، هادشي كامل كيبقى رأي شخصي وتحليل خاص ديالي اللي كنشوف من المنظور ديالي انا. عطيوني الاراء ديالكم في لي كومونتير. غنبقى نعاود في هذا الخبر تيخرجوا لي دوك الكومونتيرات اللي كيقول ليها وبارك من تكرير الاخبار. المهم في الفيديو السابق كنت قلت ان البنزرتي غادي يحصل على 35,000 دولار، خرجت تقارير اعلاميه جديده قالت ان البنزرتي غادي يحصل على 40 مليون سنتيم مغربيه. بالمناسبه ف 35,000 دولار قريبه من 40 مليون، حيت الدولار ولا ساوي اكثر من 10 دراهم. العقد ديال البنزرتي وكنا قلناها راه كيضمن ليه بزاف د الحوايج، خصوصا الى قدر انه يدي دوري ابطال ولا البطوله ولا كاس العرش، كما ان الوداد ملزمه انها تخلص ليه ليتيكي باش يمشي لتونس ويجي من تونس. العقد غادي يبقى مستمر مع المدرب والإدارة الودادية إلى حقق أحد الأهداف المتفق عليها وهي التتويج باللقب المغربي ولدوري أبطال إفريقيا. هذا الراتب هذا خلف بزاف ديال الجدل بين الجماهير الودادية. بزاف الجماهير في الكومنتر ديال القناة وفي الصفحات ديال الفيسبوك كيهاجموا شيخ المدربين وكيقولوا أن الوضع ديال الوداد غادي يزداد سوءا. الإخوان سيلفوبلي راه التعاقد تم، غنتسناو ونشوفوا النتائج. الوداد ديال الفترة السابقة ما كانتش عجبانة، على الأقل دابا نسكتوا حتى نشوفوا النتائج، ما نديروش كما كانوا يديروا الرجاويين مع المنتخب قبل ما يمشي لكاس العالم وكيقولوا الركراكي غادي يرجع في اول طياره، وملي وصل نصف النهائي ديال كاس العالم كلشي لبدها. نسكتوا حتى نشوفوا النتائج وداك الساعه تكون ردت فعلنا على داك الشيء. راه دابا البلان كيحساب لينا اننا مع الفرقه، ولكن هادشي كيتعتبر من تشويش عليها. الا كنا باغا الوداد تربح خاصنا نعرفوا امتى خاصنا ننتقدوا الفرقه وامتى خاصنا نسكتوا. هذا حتى هو كيبقى راي شخصي ديالي اللي ممكن اني نكون خاطئ فيه وممكن اني نكون صادق، خليوا لي الاراء ديالكم عليه حتى هو. قبل ما نبداو الفيديو في العناوين قلنا ان كاين واحد اللاعب اللي غيكون فرحان انه تم التعاقد مع البنزرتي، وهو زهير المترجي اللي طريقه لعبه كتمشي مع المدرب. كما ان البنزرتي كيتيق في امكانيات اللاعب، واكدت مصادر ان المترجي عنده فرصه مع هذا المدرب اكثر من فرصته مع المدرب اللي فات. بلا شك ان فوزي البنزرتي غيكون في حيره من امره، بحيث انه غادي يكون مجبر يحدد المهاجم اللي غيقود التشكيله ديالو وفق ما هو متداول فالبنزرتي مازال كيفكر في اللاعب اللي غادي يحطه في الهجوم، واش الشرقي البحري ولا بولي سامبو، رغم ان انتقادات عليهم بجوج بحيث انهم ما كانوش مقنعين في الفتره اللي فاتت. كما اكدت التعاليق على المردود ديالهم ان المستوى ديالهم ما كيوصلش لمستوى فريق بحجم الوداد.
غادي يحاول فريق الوداد الرياضي انه يماشي هاد المباريات ثلاثه اللي بقات ليه على افتتاح الميركاتو باش ان الفكره تكون دارت فراس المدرب فوزي البنزرتي اللي بقى محددش قائمه المغادرين وبلايص الخصاص ديال الوداد. واكتفى فوزي البنزرتي بالقول انها التشكيله ديال الوداد هي واعره بزاف، يعني حتى بالنسبه للمدرب يعني حتى بالنسبة للمدرب فإلى طلب مراكز خصاص غيطلب بحال الدفاع ولا رأس الحربة ولا شي مراكز معينة. من هاد الناحية فمازال انتظار باش نعرفوا المغادرين والوافدين. من ناحية أخرى مازال وداد كيتسنى الإجراءات القانونية من الشركة المنظمة ديال مسابقة الدوري الإفريقي. بعد ما تدوز الفلوس للفرقة فغادي يتم صرف المستحقات ديال اللاعبين. بعد ما توصل الفلوس نظم الاتحاد الإفريقي فالوداد كيحاول أنه يدخل ميركاتو بقوة، بحيث ملي رحل أيمن الحس توني شفنا هذا المركز ولا خاوي، وراه سعيد الناصريني داخل في مفاوضات مع احد اللاعبين من الدول الافريقيه، وقال موقع وين وين ان كاين احتمال عوده ايمن الحسوني للوداد من المعيدر بحكم ان اللاعب بغى يرجع للدوري المغربي. بلا ما تهجموا عليا سيلفوبلي، راه ممكن تمشيو وتكتبوا موقع وين وين وغتلقاو هذا الخبر. المهم الاخوان كيبان لي بارك حيت فريمون هنا كنشوف اني وصلت ل 36 دقيقه شكون غيجي ونطي لينا هادشي. الاخوان راه ملي كنتعطل بالاخبار راه ماشي بيدي، دابا وانا كنسجل عندي هنا 36 دقيقه، هادشي كامل خاصني ندوز عليه وانا كنسمع فيه باش نقطع داكشي اللي زايد نحيدو باش نتوما تسمعوا الفيديو بهاد الجوده هادي وتكون فيه 10 دقائق ولا 8 دقائق مجموعه. نفس الفيديو غادي نرجع ونقاد ليه اعدادات الصوت باش تسمعها بكاليتي مزيانه، وخاص كذلك دير واحد التصاور اللي يتحركوا بواحد الطريقه باش تخليك تشوف الفيديو. هادشي كامل كياخذ الوقت، وهادشي علاش ما كيتنشرش الخبر سير بلاص. كذلك بعض المرات كيكون غير شي جوج اخبار ولا ثلاثه ما يمكنش تقاد عليها فيديو كامل الا اذا كان الخبر عاجل جدا. نتمنى انكم تخوضوا هاد البلانات هادو بعين الاعتبار، وانا كنبقى غير انسان وخدام بابسط لي تولز باش نقدم لكم فيديو بحال هذا. نتمنى انني نكون غادي كنطور ونقدم لكم فيديو يكونوا فيه كاع الاخبار وكاع التفاصيل وكاع داكشي اللي بيتسمعوا على فرقتكم. فريمون كنفكر انني نشري مايك من القدام باش الكاليتي ديال الصوت تكون احسن، وبيسي باش نولي نمونطي لي فيديو حيت البيسي ديالي خسر ودابا خدام غير التليفون. وات ذا هيل. المهم سالينا هنايا، تهلاو فراسكم وتيك كير و جود باي.